ويبدو أن السياسة الاجتماعية لحزب ديلما روسيف قد ضمنت له هي الأخرى دعما من بعض عربي ومسلمي البرازيل في الدورة الثانية. ونحن بهمنا أن نصير في تساوي بين المجتمعات، بين الغني والفقير والوسط، وحزب العمال عم ينفذ السياسة، فنحن معه إن شاء الله. ومن المتوقع أن تتزايد محاولة كل من حزب العمال والحزب الديمقراطي الاجتماعي لخطب ود الناخبين العرب لضمان دعمهم في اقتراع 26 أكتوبر الحالي. محمد العلمي، الجزيرة، ساو باولو. ينضم إلينا من واشنطن نهاد عوض، مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير. سيد نهاد، كنا نتابع هذا التقرير عن البرازيل، وربما هناك تجربة ناجحة نوعا ما في أمريكا اللاتينية. شاهدنا أسماء مثل كارلوس منعم في الأرجنتين، عبد الله بوكرم في الإكوادور. كيف يمكن تحويل أو توحيد الجاليات الإسلامية والأقليات حتى تكون فاعلة، كتلا فاعلة اقتصاديا وسياسيا؟ شكرا. في الواقع أنا متفائل، لأن هناك حراك غربي مسلم سواء في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة بين أوساط المهاجرين أو المقيمين المسلمين الغربيين، ونلحظ ذلك من اهتمامهم المتنامي والمتزايد في المشاركة في العملية السياسية، سواء إما بدعم ناخبين مرشحين لمراكز سياسية هامة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الفيدرالي، أو تقديم مساعدات لهؤلاء المرشحين ضد خصومهم السياسيين، أو ترشيح من أبناء المسلمين والعرب في الغرب سواء في أمريكا اللاتينية، في أوروبا أو في الولايات المتحدة، لأن يتقدموا لهذه المواقع دفاعا عن القضايا التي يؤمنوا بها. ونشهد أن خلال السنوات الماضية، وتحديدا الآن أنا أتحدث عن مشاركة المسلمين والعرب الأمريكيين في انتخابات عام 2012 الرئاسية في الولايات المتحدة، كان هناك مشاركة سياسية كبيرة بين أوساط المسلمين الناخبين، ونجح العديد من المسلمين في مواقع أعتقد أنها من مستوى المتوسط وليس على مستوى الرئاسي، في مجالس البلدية وعمد بلديات ومجالس محلية نجح بها المسلمون، وخسر بعض خصوم المسلمين مواقع هامة في الكونغرس بعدد 4 بسبب كراهيتهم للمسلمين. ومن هنا نشعر أن هناك اهتمام متزايد بين أوساط المسلمين في الغرب وفي الولايات المتحدة تحديدا لأن يقدموا أصواتهم ويدعموا مناصريهم وأيضا يقدموا طلع. نعم، يعني هل هذا الحراك هو حراك منظم؟ بمعنى هل تستطيع هذه الجاليات في الولايات المتحدة تحديدا، وهي الدولة الأكثر تأثيرا في العالم، أن تشكل مجموعات ضغط على غرار الداعمة لإسرائيل كأيباك مثلا؟ هل هي بذلك التنظيم؟ هل الخطوات يعني تذهب في هذا المسار لتصل إلى هذا الطموح؟ نعم، هناك كما ذكرت تنمية سياسية في أوساط المسلمين ونشر وعي بين الناخبين المسلمين، وهذا بدأ جليا في المدن والمقاطعات الهامة وخصوصا في الولايات الستة التي عادة ما تحسم الانتخابات على المستوى الرئاسي ومستوى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولايات مثل فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينيا وحتى ميشيغان. هذه الولايات الهامة الآن فيها كثافة سكانية مسلمة وعربية كبيرة، والجديد أن هناك مؤسسات أنشئت متخصصة لتحريك الناخبين المسلمين، تنمية وعيهم وربطهم بالمرشحين، وحتى تدريب بعض الكوادر السياسية المسلمة لأن تخوض بعض الانتخابات، وهناك نجاحات. أما فيما يتعلق بالإنفاق، فواضح أن الجهات المعادية للمسلمين سواء الجماعات الموالية لإسرائيل وإيباك وما غيرها تنفق عشرات الملايين من الدولارات، ليس فقط على تنمية وجودهم وتأثيرهم السياسي، إنما في محاولة إقصاء
المسلمين الناشطين سياسيا، لكن بالرغم من ذلك هناك بعض الانتصارات وهناك بعض التقدم. أيضا يجب الإشارة إلى أن نفوذ إيباك خلال هذه السنة والسنة التي مضت بدأ يضعف على مستوى الولايات المتحدة، لأن هناك انشقاقا داخل الصف اليهودي الأمريكي بناء على ما قامت به إسرائيل من عدوانها الأخير على غزة. هناك بعض المؤسسات اليهودية التي تؤمن بحل الدولتين وتؤمن بالسلام العادل، وبالتالي هي أصبحت حليف استراتيجي لبعض الجمعيات المسلمة والعربية التي تؤمن بالسلام وتؤمن بالعدالة وتؤمن بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون محايدة وليس منحازة لصالح إسرائيل. شكرا جزيلا لك دكتور نهاد عوض، مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير، متحدثا إلينا من واشنطن.